أومبرا مايفو، واحدة من الآريات المفضلة لدى عشاق الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية، وهي من أوبرا سيرسي المعروفة أيضاً باسم كسيركسس للمؤلف جورج فريدريك هاندل. يغنيها كسيركسس الملك الفارسي القوي المحبوب من قبل شعبه في الفصل الأول من الأوبرا، حيث كان يمشي في الغابة عندما مر بالقرب من شجرة طويلة قوية جذبت نظره إليها، فوجودها دفعه للحظة تأمل في الحياة. وفي هذه الآريا يغني كسيركسس لشجرة الحياة وكيف أنها توفر المأوى والراحة لجميع الكائنات الحية، ويعلن أن الشجرة هي أجمل النباتات وأكرمها وأنها جديرة بأعظم الشرف والتقدير. فهل توافقونه الرأي؟